عارف خطابي غادي يجيكم شديد الهجة، عارف راسي كلين كارياري ما فيش نبشة على راه ما عيبونا تا تيتي بقيتي غير انتي لا فيراي دوك الخصايب بوز فلو شبه بولد الكريا لا بلي بار راه كيشوفوك اوديو حيت دايرك ولد الكريا وهذا قال لي لا فيراي. يو مرحبا بكم في فيديو جديد الخوت، هاني عاوتاني واحد الكلاس جديد تاني باكيت روم ديال بيرمودا عشير بوز فلو معكو. غادي نشوفو الكلاس ديالو تا هو ونشوفو الكوفر وخليكم مع هاد الاجواء هادا. كيشوفني اول مرة تسمح هاد لايك سبسكرايب كومنت ليتس جو تو ذا فيديو. اوكي احنا في تراك دابا، قبل ما نبداو الديسك كيف العادة شوفو الكوفر، عندنا بيرمودا وباكيت روم اللي كتعني هي غرفة سطل كما لاحظتوا راه عندهم ثلاثه شخصيات ثلاثه بهم عندهم واحد السطل وكاينه واحد الفتحه في عينيهم فين زعما كاين يشوفوا داك المنظر، وهذيك الشخصيه من واحد فيلم تاع الرعب اللي سميتو بيلي. من خلال الاستنتاج ديالي انا كنلاحظ باللي معذبين مربوطين بالسناسل، وهاد ثلاثه شخصيات فاميليا مول الصوت والجاسوس، حيت الثلاثه هما اللي نادوا البوز ملي كلاشاهم زعما في ديك الديسكراك، نادو خرجوا هاد الثلاثه عليه كلاش باش ردوا عليه زعما. وهادشي من خلال الاستنتاج ديالي انا، شوفوا نتوما اللي كتغلط تصحوا لي تحت في الكومونتيرات. اوكي نشوفوا دابا البلان ديال هاد الديسك، نشوفوا سير الله ام تي سي. واش غيوقع؟ مغطرات ضاير اللي غتوقف رابي، ما كنحمش اللي قاسني دونك غادي نجاوب رابيد. بسم الله نحط فابي غنبدا بالغوست رايدر واحد نايس. وبلاتي سمعت الغوست رايدر؟ غوست رايدر حتى هو في واحد الفيلم ديال ديك خونا تكون جمجمه ديالو كيتحول على العافيه وعنده ديك الموتور ديالو تا هو كامل العافيه. غير هاد النقطه الاولى اللي قال زوينه، حتى وحده ما غتوقفش رابي حيت انا غنجاوب رابيد. نعاودوها نسمعوا برود باي ام تي سي. قلت كاتش ام تي سي مغطرات ضاير اللي غتوقف رابي، ما كنحمش اللي قاسني دونك غادي نجاوب رابيد. بسم الله نحط فابي غنبدا بالغوست رايتر واحد شو يقدب فايتي الحمد لله بستوري قال واش كتطلع من فاز تجي تسال كجمالي ريكس ما جاوبناك في يوتيوب زيد طلب كتحط غالي ريل ما باش الحل هنا يعني اللي ما جاوبوش تبقى يحط يمعني عليه في الريل زعما فهمتي. يقول لي هو ما تيقولش لي عافاك جاوبني، ولكن بقوه ما جاوبوش كيبقى يحط عليه غير هو زعما الموضوع كيلوح عليه الريلز واي حاجه تيقوي عليه قوه الضغط زعما ويجاوب. حيت عارفين نتوما هذيك لي فان كاين شي نوع من الناس اللي كيبقاو فاش يشوفوا شي حد كيضغط على شي حد وهذاك بيرسو الاخر ما جاوبش تيبقاو يقول لي راه جاب داك هذا راه دارك هذا داك حتى صافي كيطلع ليه الدم وكيمشي ينوض يجاوبو غير باش ما يبقاش ديك فرح راس ميساجات يو نو ديك كاع الطرق باغي تبان انت فوق البيراميد فريمون بوست نبدك خيطنا عارره لا عاود تقول فاميلي دابا ناري نايضه شي على تاني زايا فريمون بوست نبدك خيطنا عاهره كلشي سولها نهار نكرات معايا راجلها عطيوها فلوس ادسنس ما نعطيها تاليره ما عيبونا تا تيتي بقيتي غير انتي لا فيراي. كيفاش نكرات معايا راجلها؟ كيفاش؟ هل تخون عنده علاقة بفاميليا قبل ما تزوج؟ ما فهمنا والو. عاودوا بالله شتي عطيوها فلوس ادسنس ما نعطيها تاليرا ما عيبونا ما بانش الحل هنا دوز ليك كاع الطرق باغي تبان انت فوق البيراميد فريمون بوست نبدك خيطنا عاهرة كلشي سولها نهار نكرات معايا راجلها عطيوها فلوس ادسنس ما نعطيها تاليرا ما عيبونا تا تيتي بقيتي غير انتي لا فيراي دوك الخصايب بوز فلو شبه بولد الكريا لا بلي بار راه كيشوفوك اوديو حيت دايرك ولد الكريا وهذا قال لي لا فيراي نري تا خويا بزاف مصيب مع هاد البصر كلشي تي كلاسي في كلشي ما فهمنا والو الفلاناليز عارفهم غيره في الجلسه كديرهم وصل الاناليست في كل ليله كنقبو الدوبل ديال صاليره راه بصح كنديفي اللي في فاكت انا بارازيت نكراشيك بالهيدروليك ولا بداك العيب اللي فيك دوزيام ماني بيرمودا حس بي جاي بي صوتيك كي بحال كنت هي بقات فهمتي الريفيو ديالها اغلبيه كانت كتجبد بيرمودا باش كتشرح لي تراك ديالو زعما مع
قصته مع بوز حتى هو وشي كلاس لعيبات. راه هادشي باش ناض اصلا صداع بوز كلاسها في الديسك راك ديالو. ازرو ريزيرفي غير في لي زوتيل منيتك نقصتي بحال عرفك الفونتين نسيتي خير بوز نهار داك الدار وتبات فاش رماوك اللي جابو كلكم بديتو تبانو نعاج نسيتي خير بوز نهار داك الدار وشنو دار غير فونتين نسيتي خير بوز نهار داك الدار وتبات فاش رماوك اللي جابو كلكم بديتو تبانو نعاج انا احتراف الرجال عندي عادي سي نورمال ياك بلاتي 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 نسيتي خير بوز بلاتي خصني نحلل لي هاد البلان هذا نسيتي خير بوز ملي داك الدار وتبات يعني كيدوي على الدرلي هنا اوف كورس على بنت ما غاديش صحابني في فاميلي كاينه في القصه هنايا تاع هذا الدار كي لا ما غاديش تجمع اذا نشكيت في شخص واحد هو اللي كان كيبقى معاه بات معاه وديك هذاك عاوتاني نسيت سميتو ولكن غادي نخليه لكم تنقول لكم ليا في الديسكريبشن نو غنخلي لكم التصويره ديالو في المونتاج كيف العاده المهم هذاك خونا وليت شكيت فيه يعني قلت لك زعما بحال عطا بيه فهمتي حيت هذوك الاسرار ديالو شي اسرار ديالو كانوا تجبدوا ديجا البوز ملي كان واقيلا كان كلاشي ديك الساعات مع دولي بران في سينغالا كان جبد لي عشيرو فهمتي تحت راه في كلشي في مصدقات الحسات بات البوسطه والسلام نسيتي فاش سعيتي لي فيت والغضبه ما رديتش فورو كتبع انت لي فيو ياك عارفني مالك تجي المزار تفاليدي بحالك بحال زيد عليكم ني تكليفي عارف خطابي غادي يجيكم شديد الهجا عارف راسي كلين كارياري ما فيش نفشا كنغض البصر حتى كتقاص ليا النقشه كنجيبها متالي كيف باك نوضو لولاد العشا هذا في قوه المعاني وبانش لاين كثر ما كتمزك ليه فهمتي سي دولي بران عاوتاني جبت باكزامبل دولي بران ديك في ليلو اللي كان خرج قبل ميلو حسين قالا كان كيما قلت لكم هذا غير كتمزك ليه يعني زعما غير كتسنط ليه اش كيقول القصه ومنين جاب هادي وكيفاش تكلاصي هذا ما باش تمزك ليه وكاين شي زعما كاين شي ميلودي ولا شي بلان لايك ذيس نو صراحه بيرمودا خرج تراك هو معروف عليه هو عنده شي تراكات مزيانين ولكن البلان ديال هاد الكلاش حيت كاين نوع ديال الكلاش اللي تيمزكك كيطربك كتمزك معاه في نفس الوقت وخدام البانش لاين كيعطي البنادم القاطع وكاين اللي غير كلمات بلا ميلودي وديك شي زوين وكاين عاوتاني غير لي ميلودي ومزيكا زوينه البيت زوينه نقيه كلمات والو اذا هذا من النوع الاول هضره زوينه يعني كيعرف كيفاش يلوح القاصح فط كيصيفط عليك شي شاقور ولكن ما ميلودي وديك شي بحال تقريبا شي فيلم رعب فهم يو نو حتى نقول لكم الصراحه انا ما كنافقش عجبتني شي حاجه غنقولها ما عجبتني غنقولها دابا سالات الجلسه بيرمودا دوا وغادي ينسى ديري النقابه طيح بوز بديك الحاكم انت جامي ننسى اللي قد الصوره فاش كنت وقيف انت وانا عمري ندم على شي كلمه ديجا قلتها كترشد حكيموفيتش كطيح الريتش بلاتي كترشد حكيموفيتش ما الحكيموفيتش المهم هنا في هذه اللقطه هذه فين كان صالفقو راه سهيل ولي لابس راهو سويت لابس قبيه بيضاء وفاش ضربو دار راسو زعما كاين بحال هكا انا كيدوي معاه ضحك معايا مسو كف كتفو مشى تاع علامه الصاد وا هذا بلا هادشي اللي قال بالمودا دابا صافي جامي ننسى اللي قد الصورة فاش كنت وقيف انت وانا عمري ندم على شي كلمة ديجا قلتها كترشد حكيموفيتش كطيح الريت شريت شو رديتو البال جامي ننسى اللي قد الصورة ملي كنت وقيف انت يعني بحال قلتو عيروهم بوز هو قال لهم بلي زعما عيطو بوز انت هو عنده واحد القصه باش انه تطورت الاحداث بحال قلتو بوز عاون شي وحدين باش بانوا ولا طلعوا وهادو زاوين زاو كي كلاسيو دابا كل واحد حيت بكل واحد كي كلاسي الاخر تيقول لي راني قديم عليك راني سابقك في الدومين راني ناضي عليك فهمتو هادشي بسبب الكلاسات كامل واخا شي بحالك وانا عمري ندم على شي كلمه ديجا قلتها كترشد حكيموفيتش كطيح الريت شريت شكل البيت مور داز تراك بدلنيش ما حشمتيش مك دوز من ديك الطريق كي بحالك عندهم هادي كيرضاو بدلنيت نعطيك في الصدقه باكية طومبو ما تمسحيش في طبية هادوك لي زونفون هادشي عندي كيدوز كي الكلوبو ما توليوش تبدوني انا خليوني روبو خليو روبو هلا اوكي تراك سالينا الله يدير زربو عليا بالله ترى ما كاينش هنا غفل عينك طالت حوت حتى لهنا غتكون سالات رياكشن ديالنا كنتمنى تكون عجبتكم هاد الابيسودات اللي كندير على الراب والكلاسات زاهية المهم ما تنساوش واحد الفيديو اخر مورا هذا عليكم واحد المفاجاه على قبل
بي اس او فوتبول الناس اللي عايز عليهم هاد الدومين ديال الكره. وتهلاو فراسكم في الفيديو الجاي. بيس.